السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم راح نتحدث عن يونت 82. يونت 82 يسموها الضمائر الانعكاسية، اللي هي تعكس على نفسك. مثلا علي، علي introduced himself، علي قدم نفسه، أو ستيف introduced himself. هذه himself انعكست على ستيف، يعني ستيف على نفسه. هيتش زين، يسمونهن reflexive pronouns. reflexive pronouns، واحنا يعني كل ضمير وحسب، يعني مثلا انا من عندي I اقول self myself، من اقول she herself، then do yourself. موضوع جدا بسيط، شوف you yourselves. Leisure introduces me to the other guest. I introduces myself to the other guest. هنا بس عندنا ملاحظة مهمة جدا. من أقول نور introduced me، نور قدمتني. هنا هذا المي ضمير مفعول به. المي هنا عندي ضمير مفعول به، يعني هي قدمتني. أما I introduced myself هذا ضمير انعكاسي. فالفرق بالضمائر انه الاولى مي ضمير مفعول به، والمايسيلف ضمير انعكاسي. ملاحظه مهمه جدا، وي دونت يوز مايسيلف او يعني هيرسيلف كذا والى اخره بعد الفيل والريلاكس والكونستريت والميت، لان كلش مهمات. من يجيني فيل او ريلاكس او كونستريت او ميت، هذول الافعال الاربعه ما اقدر اخذ وياهم، هم بعد افعال اخرى ما اقدر استخدم وياهم myself. يعني ما اقدر اقول I feel nervous، I feel myself nervous، ما يصير. يعني من يجيك مثلا feel او meet، ما تستخدم لها myself، تستخدم لها ضمائر اخرى، تستخدم لها ضمائر اخرى. خليها ملاحظة بارك. كذلك myself ما يقدر استخدم لها with wash shave، يعني wash يعني يغسل. I wash myself يعني أنا غسلت نفسي، يعني حس زحمة. ما يصير أقول أنا غسلت نفسي باللغة الإنجليزية، بالعربي ممكن يصير ولكن بالإنجليزية ما يصير. زين، هسه نجي إلى شو الفرق. Kate and Joe stood in the front of the mirror and looked at themselves. وقفوا ويباعون على أنفسهم. هما اثنينهم كانوا واقفين، ولكن من أقول Kate looked at Joe، they looked at each other. يعني شوف، من أقول each other شنو معناها؟ اثنيناتهم دا يباعون. من أقول يعني at themselves يعني سوية. فالفرق ب themselves يعني معا، each other يعني واحد يباوع للثاني. زين، هذه ملاحظة يعني مو كلش مهمة، بس خليها ببالك. هذه we can use myself, yourself, etc. in another way. For example, who repaired my your bike? I repaired it myself. إذن يعني نفس الشيء، مرات نقدر نستخدمه للجواب. يعني مرات من تقول من صلح هذا الشيء؟ أنا صلحته بنفسي. من هو اللي جاب السيارة؟ I come myself، أنا جيت بنفسي. هيك مرات نقدر نستخدمه للدلالة على هذا الشيء. طبعا هن بالغالب على الضمائر احنا راح نحل، على الضمائر راح نحل. شوف I ضمير I myself، ضمير you yourself، الضمير let's يعني احنا ourselves، the film عاقل غير عاقل جماد itself، ليزا فتاة herself والى اخره. فالفكرة بسيطة وكل شيء ما بيها اي صعوبة، والتمارين راح توضح لك المادة اكثر واكثر.